أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من قبة البرلمان. كثيرة هي الأجندات التي تطرح من خلال اجتماعات اللجان البرلمانية في مجلس النواب، ومن خلال هذا التقرير سنشاهد أبرز المواضيع في فقرة مع الحدث، فلنتابع. برلمانية الإنسان تنهي قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وترفعه لهيئة المكتب. هذا كان أبرز ما جاء في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، حيث أن اللجنة أنهت مشروع قانون بشأن تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن تضمن عددا من التعديلات الجوهرية التي تتناسب مع مبادئ باريس، وعلى رأسها أن يكون لها الاستقلالية التامة وأن تخاطب رؤساء السلطات الدستورية في حالة وجود أي تقصير أو انتهاكات لحقوق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت اللجنة من المناقشة النهائية لمشروع قانون تأسيس مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد وضع جميع الملاحظات الأخيرة التي أبداها أصحاب الشعب النواب وأيضا المفوضية السامية لحقوق الإنسان. أهم التعديلات التي تمت إعطاء هذه المؤسسة الحصانة الاستقلالية والحيادية الكاملة في التأسيس وفي جميع المسؤوليات المنوطة بها. كذلك أعطى المشروع القانون المفوضين أعضاء مجلس المفوضين الحصانة لكي يؤدوا عملهم بحرية سواء من خلال الأفكار أو الآراء التي يبدونها. الآن المشروع متكامل وهو متوافق تماما مع مبادئ باريس وسوف يقدم للجلسة القادمة إن شاء الله، وأعتقد أنه يجب أن نفخر بوجود مؤسسة معنية بحقوق الإنسان لديها كل الأدوات، المحاسبة والتطوير التشريعات والمراقبة والتواصل مع كل المؤسسات، وأن تخاطب رؤساء السلطات الدستورية مثل مجلس النواب، مجلس الشورى، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. فهذه المؤسسة اعتبرها إضافة كبيرة للعمل الحقوقي وللمشروع الإصلاحي للجلالة الملك. أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فقد واصلت خلال اجتماعها مناقشة موضوع قانون المحاماة، حيث تولي اللجنة هذا المشروع اهتماما خاصا نظرا لأهميته البالغة، وتطمح أن يتم الانتهاء منه قبل انتهاء الدور الانعقادي الحالي. الحقيقة اليوم اللجنة التشريعية ناقشت قوانين كثيرة، منها قانون المحاماة، وهذا قانون قديم جدا في المجلس وما زال موجود عندنا، والحمد لله بعد المداولة والمناقشة وطرح الآراء سيرفع إن شاء الله إلى مكتب المجلس، وبإذن الله تبارك وتعالى يصوت عليه المجلس بالموافقة. هذا أمر. أمر آخر، عندنا الأمور الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، كذلك ناقشت اللجنة هذا المشروع والحمد لله في موافقة عليه بعد المداولة، وكذلك الاقتراحات بصفة غير أصلية بعد موجودة عندنا ناقشناها، عندنا اقتراحات برغبة ناقشناها، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى ترفع إلى بالموافقة. كما عقدت لجنة التحقيق في نظام تصريف الأمطار اجتماعها لمناقشة المسودة الأولية للاستنتاجات والتوصيات التي ستضعها في تقريرها النهائي والمتعلقة بمشكلة تصريف الأمطار، وهي المشكلة التي تتكرر كل شتاء في المملكة بسبب انعدام التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع. كما عقدت لجنة الخدمات اجتماعها وناقشت مقترح تنظيم الجامعات الخاصة، وارتأت اللجنة الاجتماع مع وزارة التربية والتعليم وطلب مرئيات الوزارة لهذا الموضوع ومناقشتهم في ملاحظاتهم في هذا الجانب.
كما ارتأت اللجنة تأجيل البتي في اقتراح تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، حيث تم عقد اجتماعا مع المجلس الأعلى للصحة بهدف التوصل إلى رؤيتهم وملاحظاتهم تجاه هذا الموضوع. طبعا ناقشت اللجنة في اجتماع اللي عقد اليوم عدة مواضيع على رأسها قانون النقابات العمالية، وموضوع التمثيل النقابي، موضوع مجلس الإدارة، إضافة إلى تم مناقشة قانون الإيز وعدة قوانين براغبة. المجلس الآن في عملية سباق مع الزمن لوجود عدة قوانين موجودة نحرص على أن ننهيها قبل انتهاء فترة المجلس. وطبعا احنا بلجنة الخدمات مواضيعنا كثيرة، نتمنى ان احنا نكون قد وفقنا في ان احنا ناقشنا اغلب القوانين المهمة اللي تتعلق بالمواطنين. في الان بعد قوانين ان شاء الله راح نناقشها، وتكون اللجنة قد انهت حوالي 90% من المواضيع المدرجة عليها لها أو المحولة لها، وهذه تعتبر نسبة عالية بالنسبة حق بقية الجانب. فيما عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في الطلبات الإسكانية المتأخرة اجتماعها مع وزارة الإسكان برئاسة سعادة المهندس باسم الحمر وزير الإسكان، وتمخض عنها ارتياحا كبيرا من كلا الفريقين، حيث أن لجنة التحقيق جاءت لخدمة المواطن على تحقيق تطلعاته في قطاع الإسكان وإعانة الوزارة على أداء دورها بالشكل المطلوب. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني انتهت خلال اجتماعها من إحالة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، كما وافقت اللجنة على سلسلة من الاقتراحات، منها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة في كل محافظة من محافظات المملكة تختص في رعاية مصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، والاقتراح برغبة بشأن إمكانية إلحاق قدماء العسكريين المحالين حاليا إلى التقاعد من رجال القوات المسلحة وأفراد قوات الشرطة والحرس الوطني بأعمال متعلقة بشؤون الأمن العام تتصل بخبراتهم السابقة. لجنة المرافق العامة والبيئة التقت خلال اجتماعها مع الوكيل المساعد للبلدية لمناقشة مشروع قانون البريد، حيث تم استعراض جميع مواد مشروع القانون وتم التوافق على معظمها. ونظرا لأهمية هذا القانون فإن اللجنة تحاول الانتهاء منه ورفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه في أسرع وقت ممكن على جدول أعمال الجلسات المقبلة. اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة يوم الاثنين اجتماعها 27، وتم مناقشة مشروع قانون البريد. وهذا المشروع يملك أهمية كبيرة حيث أن هناك فراغ تشريعي فيما يخص البريد، واجتمعت اللجنة كذلك بالوكيل المساعد للبريد سعادة الشيخ بدر بن خليفة الخليفة، وتوصلنا الحقيقة إلى كثير من التوافقات حول هذا المشروع، ونحاول قدر المستطاع أن يتم الانتهاء منه في اجتماع اللجنة في الأسبوع القادم، بعد أن يتم هناك اتصال بين المستشارين في مستشار اللجنة ومستشار وزارة المواصلات، ونأمل إن شاء الله أن يتم الانتهاء في هذا الدور من هذا المشروع. هناك الحقيقة شركات كثيرة تعمل في قطاع البريد، ولكن لا يوجد تشريع ينظم عملية هذه الجهات، مما يجعل هناك نوع من الفوضى في عملية الشركات سواء النقل الطرود أو الرسائل أو البريد الممتاز. ونأمل إن شاء الله أن يكون هناك تعاون بين مجلس النواب ومجلس الشورى وننتهي من هذا المشروع. سنحن
بلد القانون والمؤسسات، لأن هناك عوائل وأسر انهدمت. توجيها على هذا السؤال حقيقة مع الرئيس أنا السؤال لا مع إذا سعرت السؤال ولا عن جميع المكان الذي لا علاقة. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة نعم أو لا. نستضيف سعادة النائب عادل المعودة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة التحقيق في الطلبات الإسكانية. بداية نرحب بك سعادة النائب في استديو قبة البرلمان. حياك الله سادة النائب. اليوم سوف نفتح ملف حيوي جدا وهو الملف الإسكاني، ونتطرق في البداية إلى محاور عمل اللجنة، لجنة التحقيق في الطلبات الإسكانية. نتكلم عن هذه اللجنة وعن أهم مهامها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الهدف الأساسي من هذه اللجنة هي الطلبات القديمة لمجلس النواب التي بعضها غير تاريخها وبعضها ألغي تماما، وهذه مطالبات عنها في مجلس النواب يعني تكررت من المجلس، وتكررت أيضا توجيهات من القيادة لحل هذا الملف. للأسف لم يحل هذا الملف، وأعتقد أن هذا ملف يحصل فيه ظلم كبير على المواطنين، لأن أكثر الناس المتعلقة بهم هذا الملف هم من يعني الذين طلباتهم بعضهم من السبعينات، وعندنا طلبات بعضهم من الثمانينات وبعضهم من التسعينات، وكانوا في حقبة من الزمن كانت البيوت وتيرة البيوت قليلة، كانت تكلفة البناء أيضا أقل. بعد العهد الإصلاحي لجلالة الملك يعني الأمل كبر في الحصول على البيوت، فكثير من الناس أحب أن يغير طلبات إلى المسكن، لأن الهدف هو المسكن. للأسف بدل تكريم هؤلاء الذين طافت عليهم المدد الطويلة بدون خدمة إسكانية، حصلت إجراءات كثيرة من وزارة الإسكان نحن نظن أن فيها ظلم للمواطنين، وأردنا أن نتعاون نحن مع الوزارة بل الوزارات المتعاقبة في زمن وجودنا في البرلمان، لكن للأسف القضية ما زادت إلا يعني تعقيدا إلى الآن حسب نظرنا نحن، لأن يطلب من المواطن أن يجدد معلوماته ولا يعلم المواطن أنه خسر مدة انتظاره، بل عندنا بعض الرسائل التي جاءت للمواطنين كحل مشكلتهم المتأخرين كان من الحلول وضعهم إلى تاريخ سنة 93 93 المفروض يعطيهم الأولوية على غيرهم، لكن أولا الرسالة التي استلمها ليس فيها تاريخ وعندنا نماذج من هذه الرسائل. الحل الواقعي لم نره بعد، الذي يؤسف له الآن إلى الآن يعني نحن متفائلون أن نتعاون بيننا بين الوزارة، وليس هدفنا إلا خدمة المواطن كما الوزارة أيضا دائما تعلن هذا، لكن هذا يحتاج إلى تعاون، يحتاج إلى يعني سرعة في هذا. سعادة النائب، هل قمتم يعني بعقد لقاءات جانبية مع وزارة الإسكان للاطلاع على يعني هذه المشكلة أو إيجاد حل لهذه المشكلة؟ طبعا احنا بدأنا، أنا قدمت سؤال لسعادة وزير الإسكان، ثم اجتمعنا وحررنا النقاط التي نريد أن نخل يعني نحلها ونعم، فطلبنا معلومات. للأسف انتظرنا أسبوعين لم تأتينا المعلومات، طلبنا مقابلة مع سعادة الوزير، أيضا اعتذر سعادة الوزير إلى الآن على أساس أن هم يعملون على جمع المعلومات إلى الآن. طبعا الوقت ضيق، وإحنا نريد أن نقدم شيء للمواطنين وليس شيء يعني، وهذه ملف جدا مهم للمواطنين، ونحن نريد أن نعين الوزارة. احنا لما نسأل الوزارة ونحقق مع الوزارة احنا نعينهم في إسراع وتيرة العمل، بل احنا ندعم الوزارة في ميزانيات في تشريع في غيره، كمثلا قضية الأخرى التي احنا فصل راتب الزوج عن الزوجة، لأن المشكلة تجد أحيانا يطلب دمج الراتبين. أولا أنه يجب أن يعلم أن حق المواطن في سكن هذا حق كفله الدستور، ويجب أن توفر الحكومة للمواطن السكن
سواء كان سكن مباشر بيت مباشر حتى بدل الإيجار تأجر له حتى توفر له، هذه مهمة. بل إننا حقيقة إلى الآن لم نبحث في قضية مهمة جدا، وهي هؤلاء الذين انتظروا على 20 سنة و15 سنة و25 سنة، من يتحمل تبعات وتكاليف هذه المدة التي صبروها؟ المفروض بحسب نص الدستور الحكومة تتحمل هذا الشيء، تقدم لهم تعويضات طبعا، لأن هذا حتى شيء نفسي. أنا طالبت المسؤولين أن يأتوا ويزوروا هؤلاء الناس بيوتهم، بعضهم أبنائهم يعني أصبحوا يعني عندهم أحفاد مش أولاد، وما زالوا في شقق إما إسكان أو شقق بالتأجير. راتب الزوج والزوجة، احنا من ناحية نطالب باستقلال المرأة وحرية المرأة، والشرع الدين يعني لا يجعل للرجل سلطان على مال المرأة، فكيف يفرض عليها جزء أن هي تدفع معه؟ هذا ليس من حق الرجل أن يفرض على المرأة. نعم، لو نعود سعادة النائب للتحدث عن موضوع المدد الإسكانية، عدم السماح للمواطن بتعديل الطلب الإسكاني مع الاحتفاظ بالمدد السابقة، مع أن هناك توجيهات من الحكومة الموقرة لسلك هذا التوجه، ولكن وزارة الإسكان كما ذكرت أنها لم تقم بأخذ هذه التوجيهات. إلى الآن للأسف التوجيهات صاحب السمو يعني صاحب السمو رئيس الوزراء يعني حقيقة وجه أكثر من مرة، في أكثر من مرة نزور سمو رئيس الوزراء ونعرض على المشكلة ونسمع التصريح في نفس اليوم في مجلس الوزراء التوجيه لذلك، لكن لم يحصل. دليل ذلك انظري إلى يعني الطلبات، عادة كل الذين ضاعت عليهم المدد طبعا بعضهم تغيرت طلباتهم 4 مرات 3 مرات مرتين، كلهم من الستينات 62 61 61 60 60 56 56 وما زال ينتظر، من مواليد 56 ما زال ينتظر. هذا بالذات 56 هذا رزق ضويحي، هذا سقط بيته وكانت أمه وحيدة في البيت والحمد لله الله نجاها، والزم الله خير المسؤولين في نفس الوقت أمروا له بشقة وخرج وما زال ينتظر البيت، وطلبه الأول من يعني سنين. ما هو رد الوزارة؟ هل تم عرض هذه؟ بلى، هذا اللائحة على الوزارة رد الوزارة، تم الاعتذار من قبل اللجنة الفنية لإحياء الطلبات الملغية. أنا في لجنة وإحنا طلبنا المعايير التي على أي أساس يحيى الطلب أو يقتل، للاعتذار من احتساب المدة القانونية، لأن الوزارة خصت طلبه وإلغى التخصيص بقرار الوزارة عدم استلام المبلغ. هو طلبوا بعضهم قروض يحصل على 20,000، 20,000 الآن إيش يبني بها؟ نعم، حتى ملحق ما يستطيع أن يبني بال20,000، فإذا رجع قال أنا ما أستطيع أن أبني وما عندي أرض أصلا، لم أعطى أرض، فكيف أبني ب20,000؟ يقول أعطوني بدلها إسكان، يقول تعال صف من جديد، وهو قد انتظر 15 سنة. هل نختلف أن هذا هو عين الظلم؟ هل نختلف؟ ثم أننا نقول أليس كلنا مواطنون؟ لماذا لو يقدم الذي الأكبر سنًا والأحوج والأقدمية؟ لم نطلب أكثر من ذلك، والمساواة هذه الطلبات لا نعرف فلان ولا علان من جميع مناطق البحرين. نعم، وللأسف كل أصحاب هذه الطلبات هم من جيل الأربعينات والخمسينات الذين خدموا البحرين على الأقل 20 و25 و30 سنة يخدمون البحرين. هذا الذي احنا نريد الآن أن نقول، لا نريد إلا أن نقول أدرجوهم بمددهم ويكون وهذا كلام كل منصف. نعم، لو نتكلم أن هناك ننتقل إلى محور آخر وهو بأن تم تعليق بعض الطلبات المتعلقة بدخل المواطن، خاصة وأنه إذا تجاوز دخل المواطن 900 دينار يتم تعليق هذا الطلب، ما هو السند القانوني وهل هناك أسباب أخرى لتعليق الطلبات الإسكانية؟ هو طبعا المواد التي يعني تجيز
وضع حد هو أن الخدمة الإسكانية هي لذوي الدخل المحدود. وذوي الدخل المحدود هو الذي يحدد الراتب التي هو من فئة ذوي الدخل المحدود. وهذا نقول أيضا يعني له وجهة نظر. نقول يعني على الأقل أن نبدأ بالأحوج ننتهي منه. والآن سمعنا عن مشروع في الحقيقة كان في مشروع نفذ في زمن الأستاذ فهمي جودر وهو بناء فيلل كانت تباع على تقريبا 120-130 ألف دينار. أعتقد أن تلك الفيلل كانت مشاريع ناجحة لأن اللي أعلى من ذوي الدخل معدود ولا يستطيع أن يبني فحصل فرصة أن شيء معتدل وشيء يناسب بسرعة. أعتقد أنها انتهت في يعني كلام البصر. كذلك إحنا الآن يدرس شراك القطاع الخاص. هذا كلام أنا شخصيا عرضته على الوزارة أكثر من مرة السابقة أن هناك من يريد أن يستثمر في البلد لينفع البلد. وأعتقد إذا كان لماذا لو يسمح للقطاع الخاص بقوانين معينة بحيث يستطيعها المواطن أن يتقدم يعني أن يخدموا. وسمعت يعني حتى قبل أن أدخل أن هناك نية لعمل هذه المشروع الفلل. طبعا أيضا فيها بعض المعوقات فالسن 25-35 لأن يعني بعد 35 يبون ضمان أنك ما تموت عشان تدفع. طبعا المشكلة 36 و37 يعني يحتاج أيضا ما يحتاجه. أعتقد أن ملف الإسكان كما دائما المسؤولين يقولون أنه الملف الأول للمواطن. الهم الأول للمواطن. إحنا نقول إلى اليوم للأسف لم نجتمع ولم نستلم معلومات في من هذه. احنا نحسن الظن في المسؤولين في وزارة الإسكان ونقول ان الملف كبير لكن نقول نبي نتعاون واحنا بنعين ونعاون مو جايين احنا نربك. قضية ما مسألة الوقت لا يكفي. الملف ليس ملف فلان ولا علا مو ملفنا هذا ملف المواطنين. احنا اولا ان عندنا مدة دور انعقاد في الظروف الطبيعية قد ينتهي خلال شهر ونص او شهرين او يمتد أكثر من ذلك أو يعني ينتهي في مدته التي في 7 شهور. لكن دور اللجنة لا ينتهي. المجلس هذا جلساته تقف بانتهاء دور الانعقاد. أما الفصل التشريعي نعم يستمر إلى 4 سنوات يعني إلى ديسمبر. فهذا إحنا إذا كنا إحنا نريد نخدم المواطنين سنستمر حتى لو أن فض دور الانعقاد سنستمر في العمل في هذا والتوصيات سنرفعها يواصلها المجلس الذي بعدنا. بل أن إحنا مو بس المجلس إحنا لا ندعي ان احنا فقط الحريصين على المواطن حتى الوزارة وعلى رأسهم الوزير حريص ويريد ان يخدم المواطنين واحنا نريد ان نكون عون له ما نريد ان نعرقل عمله. هو سيتابع وكذلك عندنا تقرير بتفصيل سيرفع للقيادة العليا لان هذا يحتاج الى تكاتف كل الجهود. هذين اخواننا وابنائنا اللي حقيقه الذي يعيش مع هذه الحالات يعرف مدى الماساه التي يعيشها بعض يعني المواطن. نعود مره اخرى سعاده النائب الى موضوع فسخ الراتب الزوج عن الزوجه. لماذا لم يتم إصدار هذا يعني هذا الشق للآن ولماذا كل هذا التأخير؟ نحن تطرقنا إلى هذا الموضوع في بداية حلقاتنا في قبة البرلمان وما زال الموضوع حديث الأجرس كما يقال. أعتقد المشكلة هي الظن ربما هاي تحليل أنه سيزيد العبء على الوزارة. نحن نقول للوزارة الميزانية هي الميزانية تفعلوا ما تستطيعون منها من مشاريع والذي له حق يأخذه ولو تأخر هذا سنة وهذا سنتين لكن المساواة العدل بينهم هذا هو المطلوب. ثانيا أن يتحمل خاصة أن يعني نكون صريحين هل يضمن يقول لك لازم سنك كذا حتى يتم الدفع. لا يضمن العمر ولا تضمن حتى العلاقة بين الزوج والزوجة. أحيانا في بداية العمر ينفصل أحيانا في وسط العمر أحيانا في آخر العمر. فالقضية يعني لا يجب أن لا تربط بهذا
خاصة يعني الزوجة لو قالت أنا أنت مسؤوليتك السفر، وهي محقة في ذلك. حتى القضاء يلزم الرجل لا يلزم المرأة القضاء، فكيف احنا نلزمه؟ وثانيا المجلس قدم أكثر مقترح والحكومة وافقت ووجهت، لكن السؤال لماذا هذا لا يوجه لنا. لن تقوموا في مجلس النواب بتوجيه هذا السؤال؟ وجه أكثر من مرة ولم يكن هناك إجابة. الجواب محددة. يعني العموميات سوف وإن شاء الله. وهذه الأشياء نتكلم سعادة النائب عن إجراءات اللجنة خلال الفترة القادمة، ما هي أهم الإجراءات التي سوف تتخذها اللجنة ربما لحل حالة هذا الملف قليلا، خاصة فيما يتعلق بالمدد الإسكانية وأيضا في فصل راتب الزوج عن الخارج؟ هو للأسف الذي حصل أن الوزارة فتحت المجال يعني تعديل الأوضاع. نعم. حقيقة لنكون يعني واقعيين، هل كل الناس بهذا الإدراك؟ لا. هذا رجل الذي كان عنده طلب من 96 الرجل حي يرزق، 96 طلبه موجود بيت إسكان، طلع له بيت في الرفاع، هو ريال مش يبان هالمحرك، قال أنا ما أنا جسدي ما تعدى، قالوا له زين وقع هنا، هو إيش يعني وقع عباله إنه بيعطونه محرك ما بيعطونه الرفاع، تناسب بصم، راح ينتظر، ما قال ما قدم طلب ما راح ينتظر، لما كبر ابنه وصار ابنه رجل راح الوزارة قال طلب أبوي، قال وينها ملغي ليش كل هتوقع أبوك بصمته ألغى تنازل، هل هذا عدل؟ إلى الآن هذا الرجل إلى الآن هو وابنائه لم يحصلوا على شيء إلى الآن. هل تم عرض هذه هي المشكلة على سعادة الوزير؟ هذا أنا قلتها في المجلس. نعم، وعندهم هذه الطلبات، هذه طلبات كثيرة، هذا الذي 77 طلب 77 وغير، بالرغم أن هناك كانت هناك أو على توزيعات مستمرة وأن هناك هذه طلبات، سمحي لي، هذه طلبات تعاقب وزراء بأن خصصت لهؤلاء بعضهم بيوت، قالوا لي خصصت الأسبوع الجاي هذا موجود هذا موجود هذا موجود، إلى الآن هؤلاء يعيشون في شقق. أنا يعني ما هو ذنب هؤلاء؟ بالطبع لا ذنب لهم، ولكن سعادة النائب احنا نتمنى الأيام المقبلة تكون أفضل، وأن يكون هناك أن تكون هذه المشاريع أو الخطط الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الإسكان تساعد في حل حالة هذا الملف. احنا لا نشك، سمحي لي، كامية وتوجيهات من الحكومة الموقرة بهذا الشأن. احنا لا نشك في أن المسؤولين يعني لسنا أزيد حرصا من المسؤولين على مصلحة هؤلاء. نعم. هم ربما تحت يدهم في الرحى وهم عليهم ضغوط، نقول لنتعاون، نحن لا نريد أن نتهاوش، نحن نريد نتعاون، نجلس مع بعض، نعمل مع بعض. كل النواب بلا استثناء لما جاءت وزارة الإسكان في الميزانية أعلى يعني طلب يريدونه إحنا دفعنا به. إحنا نقول التعاون يجب أن يستمر بيننا لتشرح الأمور، لتعرض الأمور، خل نتفق نحن على شيء نحن نريده للمواطنين. آلية محددة ومشتركة. آلية محددة، احنا قلنا طلبنا الآليات، اجتمعنا، نبي الآليات ايش؟ إلى الآن ما نعرفها، نبي الطلبات التي ألغيت وأين هي؟ ولماذا ألغيت؟ إلى الآن ما نعرفها. احنا نقول ما جئنا لنشوش، جئنا لنتعاون. ونحن أيضا من خلالكم، جزاكم الله خير، أرسل رسالة للوزارة، جئنا نتعاون. ولكن أيضا نعدكم أننا لن نترك هذا الملف، ليس معناه تأخر الوقت انتهت العقود، هذا الملف هذا إن شاء الله سيتولاه النواب الحاليين والقادمون بإذن الله عز وجل. هناك سؤال لكن قد أجبت عليه سعادة النائب، أحد أعضاء اللجنة في الصحافة المحلية قال أن الوقت غير كافي، ولكنك ذكرت بأنكم لن تتخلوا عن هذا الملف. لا لن نتخلى، أصلا الوقت هو غير صحيح الذي ذكره، هو قال 53 يوم حينها. والصحيح هذا 53 يوم، هذا لدور انعقاد إذا فض في تاريخه، لأن أحيانا يتمدد شهر أو شهرين. نعم. هذا 53 يوم احنا كافلين أن تعطانا لنا هذه المعلومات ونصدر فيها توصيات وانتهى الموضوع. نعم. ويعمل بها،
ثانيا ان عندنا اكثر من 53 يوم، عندنا الى منتصف ديسمبر نستطيع ان نعمل. ثانيا حتى لو لم نكن في المجلس ياتي غيرنا ويستمر، واحنا ايضا تواصل على مع المسؤولين من خلال المجلس ومن غير خلال المجلس. نعم. احنا ان شاء الله دائما في عمل ان شاء الله. سعادة النائب عادل المعود النائب الثاني رئيس مجلس النواب رئيس لجنة التحقيق في الطلبات الإسكانية، شكرا جزيلا لك. بارك الله. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل. أهلا بكم مشاهدينا. ماذا طرحت الصحافة المحلية في أسبوع؟ هذا ما يتناول هذا التقرير، فلنتابع. فمعنا على الهاتف الإعلامية سناء صقر، الزميلة سناء، بما أنك تعملين على جانب النقل الإذاعي لمحاور ومناقشات مجلس النواب، حدثينا عن أهم ما تقومين به والدور المناط بك بما أنك تعملين في هذا الجانب. بداية أرحب بكم في هذا البرنامج الذي ينقل ما يطرحه السادة النواب خلال جلساتهم. أما بالنسبة للدور الذي أقوم به فهو منذ الصباح الباكر خلال إذاعة البحرين التي تنقل مباشرة جلسات مجلس النواب على محطة 801 AM، فأنا بدوري قبل الجلسة أقوم بعمل مداخلات ومحاور تطرح على السادة النواب قبل الجلسة أو السادة الوزراء قبيل بدء الجلسة. نعم. أما بعد أن تبدأ الجلسة فطبعا تنقل الجلسة كاملة على هذه المحطة أو هذه الإذاعة، وبعد الجلسة أو خلال الجلسات أو في الاستراحة أقوم بتسجيل محاور أو مداخلات مع السادة النواب فيما يترددونه أو يطرحونه من أسئلة خلال الجلسة. نعم. وإذا كان هناك عدد من السادة الوزراء يزورون هذه الجلسة أقوم أيضا بطرح السؤال الذي ورد إليهم من السادة النواب وما هو الرد الذي طرحوه في خلال جلسة كل يوم ثلاثاء. نعم سناء، نتكلم عن هذا الأسبوع وما طرحته الصحافة المحلية حيث شملت العديد من المواضيع البرلمانية الهامة، هل يتم تغطيتها في الإذاعة أسوة بالصحافة؟ نعم، بالنسبة للإذاعة طبعا الإذاعة تقوم بتغطية ما يجيء في كل الجلسة خلال عبر البرنامج البحرين كل مساء. نعم. أو خلال برنامج صباح الخير يا بحرين، وتم أطرح يعني يتم طرح هذه الأسئلة أو المداخلات التي تم مداولتها في كل جلسة أولا بأول. نعم. ولا يتم تأجيل أي من المداخلات خلال أي أسبوع يؤجل به. يعني لكن نتحدث عن كيفية الطرح، هل أسوة بالصحافة؟ هل هناك يعني الصحافة لديها مجال أكثر؟ نعم، بالنسبة للإذاعة كما يعلم الجميع يعني الإذاعة يعني يحكمها الوقت في عرض التقرير الذي يطرح خلال كل الجلسة، يعني يخصص الإذاعة يعني في بعض الأحيان 3 دقائق أو دقيقتان لطرح يعني عرض على عجالة. نعم. أو يعني أحاول من خلال هذه التقارير أعرض فيها أهم ما جاء في جلسة هذا اليوم واختيار الضيوف الذين تم يعني زاروا المجلس وكانت مجمل المداولات في خلال جلسة يوم الثلاثاء. نعم. يعني لكن الصحافة بما أنها صحافة مكتوبة فطبعا لها المجال الأكثر والأوقع أكثر. نعم. نعم المساحة أكثر. نتكلم خلال
نعم نتكلم سناء عن جلسات النواب التي يتم تغطيتها من خلال برنامج مداولات النواب، نود أن تطلعينا أكثر عن هذا البرنامج وكيف يمكن للمشاهدين أو حتى المستمعين متابعة هذا البرنامج. نعم. هل يمكن المشاركة فيه أيضا لمزيد من المعلومات؟ نعم، برنامج مداولات هو طبعا يأتي بالتعاون مع إذاعة البحرين وأمانة مجلس النواب، ويعني يقومون الزملاء مشكورين بالنسبة لمساعدتنا فيما يرد من جلسات وأطروحات خلال كل جلسة يوم ثلاثاء لنستفيد مما يعرض في الجلسة. وأنا بدوري عن هذا البرنامج طبعا أقوم بنقل هذه المداولات ونختار النواب الذين سوف يتم طرحهم للأسئلة التي سوف تعرض على السادة الوزراء في كل الجلسة، وهذا أمانة يعني شيء جديد قام به مجلس النواب مخصص بالأمانة العامة من جهد يشكرون عليه، لأن يطلعون المستمعين على ما يجيء في كل جلسة قبل الدخول في تفاصيل الجلسة، يعني تعطيهم مقدمات ليكون من هم الضيوف، من هم الوزراء الذين يحضرون هذه الجلسة. نعم الزميلة والإعلامية سناء صقر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونعود لمتابعة ما تبقى من الحلقة. أهلا بكم مشاهدينا، دعونا نستعرض أهم إجابات الحلقة الماضية حول السؤال الذي كان يدور حول هل تؤيدون عقد جلسات استثنائية للمجلس لمناقشة المواضيع التي لم يتم تمريرها بعد. مشاهدينا ترقبونا في حلقتنا القادمة، إلى اللقاء.